بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حوالي الساعة 7 من صباح اليوم وعلى مستوى جامعة شبيكة بإقليم طنطان اصطدمت حافلة لنقل الركاب بشاحنة، حادث مأساوي ذهب ضحيته 33 شخصا أغلبهم من الأطفال، شاركوا في منافسات البطولة الوطنية للمدارس الرياضية ببوزنيقة وكانوا عائدين إلى مدينة العيون بعد مشاركتهم في هذه المنافسات. جهود إنقاذ المصابين استدعت نقل عدد من الجرحى عبر مروحية طبية للاستعجالات تابعة لوزارة الصحة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن الطفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية. فرق الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية كثفت جهودها لإسعاف الناجين ونقل جثامين ضحايا هذا الحادث الذي وقع صبيحة اليوم على الطريق الرابطة بين طنطان والعيون على بعد 54 كيلومترا من طنطان. وقائع الحادث على لسان أحد الناجين: ناس النص اللي كانوا راكبين كل شيء كان ناس، عرفت اخويا كنا ناعسين تقريبا ديك 6 الصباح 5 ونص ناعسين، ما علينا ما بينا كتسمع الدقه انفو كتسمع الدقه انفو من نفس الوقت كتشعل العافيه. الاصطدام اللي وقع واحد الانفجار، يعني داك الانفجار قوي، يعني هذاك الكيميو عنده دي برودوي، يعني لي برودوي اللي تشعل فيهم النار كثيره. حادث مروع وأليم يدق من جديد ناقوس الخطر لمستعملي الطريق. En Marruecos se investigan las causas del accidente de autobús en el que han perdido la vida al menos 33 personas, la mayoría eran niños. Son las dramáticas y duras imágenes que nos llegan del lugar del accidente. Un autobús envuelto en llamas después de chocar con un camión en el sur del país. Los fallecidos, menores, la mayoría entre los 12 y los 14 años, regresaban a su casa después de participar en un torneo deportivo escolar. Hoy, además, hay además 9 heridos graves. El rey Felipe VI ha enviado un telegrama de condolencias a Mohamed. هذا عباد الله، وقد جاء الخبر، وقد جاء الخبر المؤلم هذا الصباح أن حادثة سير مفجعة قد أودت بحياة عدد من أبناء وطننا العزيز. وإذا كنا لا نملك أمام قدر الله المحتوم إلا الإذعان والاستسلام، فإن كل مصيبة من المصائب الناتجة عن حوادث السير فيها مسؤولية الإنسان إذا ثبت أنه فرط بشكل من الأشكال. فعلينا أن ننبه إلى ما يترتب عن التفريط من المحاسبة أمام الله وأمام الناس، ولا يسعنا ونحن نعرف مدى الحزن والأسى الذي يشعر به أمير المؤمنين كلما أصاب فرداً من أفراد شعبه سوء أو مكروه، لا يسعنا إلا أن نعزي سيدنا الهمم في أرواح المفقودين، وأن نتوجه إلى الله بدعاء الترحم عليهم قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعلنا من المستجيبين حق الاستجابة لك ولرسولك، وجنبنا سوء الفهم والزيغ والزلل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد على آل بيته الطيبين الأطهار، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت،
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا